هل بعد عادة بعد شهر رمضان المبارك وبعد الذهاب إلى الصلاة صباحا نذهب إلى مركز القبور هناك لزيارة الأموات وقراءة الفاتحة على أرواحهم عليهم جميعا، وهذه عادات تقاليد قديمة وليس حديثة، العادات قديمة العادات هاي يعني. أنت اليوم جاي تعيد مين؟ جاي أعيد والله مال عيلتي حماتي يعني مثل ما بيقول حماتي جاي أعيدها. إحنا من دير الزور طبعا دير الزور بعيدة تبعت إحنا هنا ساكنين من زمان. والحمد لله جاهزين ونوصل ونروح ونعايد ونسلم عليهم مثل ما قال نعطيهم الاشتراك بعد العيد مباشرة. شكر بينا شكر.